النبي يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقيمات يكفي لجسدك لقوتك للقيام بأعمالك المطلوبة يكفيك لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وعلميا ثبت في علم الغذاء بأن أكثر الناس يكفيهم ثلث ما يأكلون حسب القول النبوي العلم الآن يقول ما قاله النبي قبل 14 قرنا يكفيك الثلث والعلم الآن يقول يكفيك